اطلب العلم أحيا فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. مرحبا بكم اخوة الطلبة، ان شاء الله في الفيديو غنشوفو غير بريزونطاسيون اون نيومال. هاد البريزونطاسيون اللي كنديرو فيه البروجيكسيون ديال واحد ليزون كربون كربون، يعني كنشدو جوج ديال الكربون وكنديرو الاثقال ديالهم على بعضياتهم، متافقين؟ الشرط الوحيد اللي خصهم يحترمو هاد دو كربون هادو انهم خصو يكونوا دايرين واحد سامبل ليزون ما بيناتهم، متافقين؟ ما خصهاش تكون بيناتهم هما بجوج واحد دوبل ليزون ولا تريبل ليزون، خص تكون عندهم غير سامبل ليزون ما بيناتهم. هاد البريزونطاسيون هادي كتنفعنا بانها كتبين لينا لي زونغل ما بين لي ليزون لي داير الكربون الاول والكربون الثاني، متفقين؟ وكتسهل عليا وتبين ليا الى بغيت ندير شي غوطاسيون على شي ليزون. باغ اكزومبل الى باغي نفيكسي هاد الكربون هذا وباغي ندير واحد الغوطاسيون على هاد الكربون هادي، يعني هاد ليزون هادي غادي تدور، متفقين؟ فهاد البريزونطاسيون ديال اليوم كتبان ليا الزاويه بالضبط اللي دارت بها، وكيكون يعني داكشي مرسم بواحد الشكل اللي زوين وكيسهل الاستيعاب ديالو، متفقين؟ عكس هكا. دونك كيفاش غادي نحددو هاد البريزونطاسيون ديال اليوم؟ اول حاجه كنبداو بها باش نرسمو البريزونطاسيون ديال اليوم ولا نديرو البروجيكسيون ديال واحد جوج ديال الكربون على بعضياتهم، خاص لا موليكيل تكون بريزونتي اون كرام، وخاصني نكون عارف هادوك جوج ديال الكربون اللي غندير لهم البروجيكسيون على بعضياتهم. وانا باش نعرف هاد جوج ديال الكربون اللي غندير لهم البروجيكسيون، الموليكيل ديالي فيها بزاف ديال الكربون، داكشي سامبل. هو غالبا غتلقى راسم لك الموليكيل على هاد الشكل هذا، الا ما لقيتيش راسمك على هاد الشكل هذا هو غيحدد لك الرقم ديال الكربون، حيت غتكون داير لك الموليكيل نوميكلاتور ولا تحدد لاشين برينسيبال ديالها، يقول لك اسيدي الكربون الثاني والثالث ولا الكربون الثالث والرابع، فهمتيني؟ الا ما عطاك الموليكيل ديالك بريزونتي اون كرام وما حددش لك لي كاربون اللي غدير عليهم البروجيسيون، انت غادي تختارهم من عندك، ولكن الاختيار ما يكونش عشوائي، الاختيار خصو يكون لوجيك، متفقين؟ مثلا مشيت انا الموليكيل ديالي لقيت فيها جوج ديال الكاربون اسيميتريك حدا بعضياتهم، اوتوماتيكمون هما اللي غندير لهم هاد البريزونطاسيون هذا، اوتوماتيكمون حيت انا اصلا كندرس لي كونفورماسيون ولا لي زومير ديال لا موليكيل، متفقين؟ يعني الحوايج اللي غياثروا لي على لا موليكيل، اللي الا درت لها واحد الغوطاسيون ولا باغي ندرسها خصني ندرس الحوايج اللي كيتغيروا فيها، ما غاديش ندرس مثلا واحد الكربون فيه غير لي اش، واخا نبقى ندور فيه حتى الغدا راه غيبقاو نفس لي اش نفس سميتو، يعني كيكونوا بعض الشروط اللي لوجيك خصني نحترمهم. باغ اكزومبل قلت لكم الا كانوا عندي غير مثلا جوج ديال الكربون اسيميتريك في الموليكيل ديالي نمشي نقصدهم هما بجوج اون بريزونطوهم على الشكل هذا، متفقين؟ مشيت مثلا لقيت غير واحد غنختار هذاك الكربون ونختار شي كربون اخر داير معاه سامبل ليزو ونحطهم جوج وندير لهم البروجيكسيون، متفقين؟ دوك هنا نكونو سالينا الاسئله الاعجازيه، ندوزو دابا للبريزونطاسيون اون يوم ديال هاد لا موليكيل هادي. كيما كتلاحظوا معايا عندنا الموليكيل ديالنا بريزونتي اون كرام ومبينين فيها ليزون ديال هاد جوج ديال لي كربون هادو، علاش هاد جوج ديال لي كربون هما اللي متناهم هنايا حيت هما اللي بغا نديرو لهم لا بروجيكسيون ولا بغا نشوفهم اون يومان، متفقين؟ حيت كنرسموهم هنا كنبينو لي ليزون ديالو، داكشي اللي كنعرفو حنا كاملين، متفقين؟ باش نحط البريزونطاسيون ديالي ولا ندير البروجيكسيون ديال هاد جوج ديال لي كربون على بعضياتهم خصني نحط واحد لوبسيرفاتور، علاش؟ حيت باش ندير البروجيكسيون ولا الاسقاط ديال جوج ديال لي كربون على بعضياتهم عندي جوج ديال الحالات، سوا ندير الاسقاط ديال هاد الكربون على هذا ولا هاد الكربون على هذا، متفقين؟ هاد الاختلاف هذا كيرجع على حسب البلاصه اللي كنشوف منها انايا، متفقين؟ حيت الى جيت كنشوف من هنا ولا حطيت لوبسيرفاتور ديالي هنايا نمثلو على شكل عين، اش غادي يبان ليا؟ غيبان ليا هاد الكربون هذا القدام وهاد الليزون اللي داير وهاد الشيء الاخر غيبان ليا اللور، متفقين؟ في حين الى يعني غنسقط هاد الكربون على هذا غيبان ليا ان هذا هو اللي كاين قدام والليزون اللي داير عادش هاد الكربون غيبان ليا وراه، متفقين؟ يعني الى شفت من هنا ولا شفت من هنا غيكون عندي واحد الاختلاف في البريزونطاسيون ديالي ولا الشكل اللي غادي نرسم، متفقين؟ داكشي علاش عندنا شرط مهم انك تحدد لوبسيرفاتور ديالك. حنا نورمالمون لوبسيرفاتور ديالنا كنمثلوه كعين، ولكن في ليتي ديال الشيمي اورغانيك خصنا نمثلوه كشخص كامل، متفقين؟
دونك نجي نحطو لوبسيرفاتور ديالنا. انت غالبا كيكون عندك اختيار لوبسيرفاتور ديالك تحطو فين ما بغيتي، الا في الكوحدة اللي يقول لك مثلا يحدد لك الكربون اللي غدير عليه البروجيكسيون. باغ اكزومبل الا درنا هذا الكربون واحد وهذا الكربون جوج، جا هو قال لك بغيت البروجيكسيون سوغ لاكس ولا سوغ الكربون سي ان سي دو، يعني خصك دير البروجيكسيون ديال الكربون الاول على الكربون الثاني. متفقين؟ الا كان هذا هو الكربون الاول وهذا هو الكربون الثاني، يعني الشوفه ديالك ولا لوبسيرفاتور ديالك خصك تحطو من هنايا. متفقين؟ هنا هو حدد لك البلاصه منين تشوف، اما الا ما حددش لك تجي تحط لوبسيرفاتور ديالك فيما عجبك. حنا غنجي نحطو في هذا الاتجاه هذا باش يبقى لنا اتساع. دونك كنجي نرسمو واحد الشخص، متفقين؟